يقول: لقد تلقينا الخبر بعدم جواز البيع الذي ينتهي بالإيجار، التمليك الذي ينتهي بالإيجار، فما على الذي فعل ذلك؟ عليه أنه يتراجع مع الطرف الثاني، تراجعون وينهون العقد، ينهون العقد بصلح يصطلحان بينهما وينهون العقد، لأنه عقد باطل ولا يجوز الاستمرار فيه. نعم. يقول: قلت لزوجتي. فإن أبى الطرف الثاني، أبى إلا يمضي العقد، فيذهب إلى المحكمة ويحضره عند القاضي. نعم.